بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في أسباب الطلاق. من أسباب الطلاق طغيان الفقر. الفقر من أكثر يعني الأسباب التي توصل الحياة الزوجية إلى الطلاق. وطبعا الفقر لا سيما في زماننا، التكاليف والحياة صارت صعبة جدا بخلاف الحياة القديمة التي كانت بسيطة. فالفقر أحيانا لا تحتمل الزوجة، الفقر شدة الفقر. أنا أتكلم عن يعني ضيق المدخل المادي، يعني لا نتكلم عن الفقر يعني كأنه لا شيء. فهذه الحالة الفقر التي نتكلم عنها يعني قد لا تصبر الزوجة على ذلك فتطلب الطلاق من الرجل. طبعا هناك حتى بعض الحالات الزوج يريد أن يطلق زوجته لأجل أنه ليس لديه ما ينفق عليها، كل يوم خلافات وخناقات ومشاكل، فهو يقول أنا كمان بدي أطلق. فهذه حصلت. طبعا علاج هذه المسألة هو، وعلاج كل المشاكل الزوجية، هو الإيمان. هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل علاج لكل شيء، لكن الإيمان الحقيقي الذي مقره القلب، يعني الذي دخل الإيمان حقيقة إلى قلبه وصار تصديقه بالغا، هذا الإيمان يحل كل المشاكل. نعم تمر ظروف، يتألم، يتعب، لكن في النهاية عنده يعني خط لا يتجاوزه وهو خط الإيمان. فطبعا أنا في حالة الفقر يعني أنصح الزوجين بالصبر حتى الله يفرجها، يعني إنه الطلاق لن يفيد. يعني هذه المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لأجل الفقر ستذهب إلى بيت أهلها، بيت أهلها ستكون أيضا يعني ضغط على بيت أهلها أكثر، هذا مع الأسف. والزوج يعني إذا طلق زوجته لأجل الفقر يعني لا يختلف الأمر كثيرا. لذلك الفقر إشكال كبير، ولكن علاجه بالإيمان والعمل بظواهر الأسباب التي يعني ممكن أن تزيل هذه العقبة. ولكن في المحاكم الشرعية الفقر سبب كبير جدا جدا من أسباب الطلاق. إهمال طرف لطرف، قد يكون الزوج مهملا لزوجته ليس من باب النشوز كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، ولكن إهمالا يعني مهتم مثلا بالسفر، بالنزهات، بالسفر خارج البلاد، بالسياحة. أنا أعرف أحدهم يعني لا يبقى في بيته 10 أيام ثم يذهب إلى اليونان، إلى تركيا، إلى بلجيكا، إلى اليابان، إلى الصين، إلى العمرة، يعني ويترك دائما زوجته، مهمل جدا لزوجته. أو يسهر كل يوم طيلة الليل مع رفاقه، بيجي الساعة 1 بالليل حط راسه بينام، طلع الصبح إلى العمل، ما في اهتمام بالزوجة أبدا، أو الزوجة غير مهتمة بزوجها أبدا. عند رفاقة بتذهب إلى رفيقاتها، بتذهب تتمكياج، تتزين، تلبس تضحك ووجهها منفرد، لما بتجي بالبيت وجهها يعني لا يصلح للنظر فيه من إهمالها لنفسها ومن يعني تعابير وجهها. فهذا إهمال للزوج، وهو إهمال للزوجة. في هذه الحالة أحيانا يعني الطرف المظلوم يطلب الطلاق، أنا ما أتحمل هذا الرجل، ما بيجلس بالبيت، ما بيحكي معي، ما بيقعد معي، إذا بيحكي معه تليفون بالعمل كلمتين وبيسكر، بيقدر يحكي معي يعني في مجال، هو صاحب محل، صاحب كذا، ما في اهتمام، ما في كذا، ما بيحكي كلمة حلوة، أو بالعكس هي ما بتحكي كلمة حلوة إلى آخره، فيمكن أن يصل ذلك إلى الطلاق. في هذه الحالة ممكن أن نحاول نصبر يعني حتى ما يقع الطلاق، لا سيما إذا في أولاد، نحاول مرة واثنين وثلاثة، ويعني ممكن أنه أن نحل الإشكال. ما نحل يعني هذا الطلاق يعني ليس محرما، هذا الطلاق ليس محرما، ممكن أن تطلب الطلاق أو يطلب أو يطلقها لأجل ذلك.
من أسباب الطلاق أيضا هذا يعني في المحاكم الشرعية ربما النسبة الأكبر الخلافات بين الزوجة وأهل زوجها، بين الحماية والكنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لنكون واقعيين، أنا لا أدري، لا كأن بالفطرة الحماية تكره الكنة، تكره زوجة ابنها غيرة غار، يعني الأم تكون متعلقة بأبنائها الذكور أكثر من البنات، والأب يتعلق بالبنات أكثر من الذكور، هذا يعني بالغالب. فالأم تحب يعني ولدها وربته على إيديها وصار شاب، ثم أخذ زوجته وذهب إلى بيته. هون الزوجة تفور كالتنور، يعني مصيبة كبرى. طب هذه سنة الحياة، أنت من قبل كنتي كنّي، كان لك حماية، كنتي تكرهي حماتك، والآن ليش عم تخلي كنتك تكرهي؟ كأنه هذا الأمر فطرة بالنساء. فما هو الحل؟ طبعا المشايخ كثير منهم يعني يعطون مثاليات، هذه ليست حماية، هذه حماية. لا تكلموا كلام ليس واقعيا، تكلموا بالواقع. حماية ومأزية ومثل العقربة، والكنة أحيانا تكون كذلك مثل العقربة، يعني تريد أن تقطع زوجها عن أمه، والأم تريد أن تقطع ابنها عن بنتها، تقول له طلقها خلاص، طلقها بزوجك أحلى منها، ستأتي التي هي أحلى منها، أحلى منها، وستكونين لها حماية، وستكون لك كنة. وخذ مشاكل ولا تنتهي. وإذا كان طبعا عنده أخوات بنات ما تزوجوا أو مطلقات أو أرامل يعيشون في البيت، كمان يحصل إشكالات كبيرة جدا وخلافات كثيرة جدا. فهذا مع الأسف هذا ليس له حل حقيقة إلا أن يموت أحد الطرفين، هذا هو الحل. يعني إلا إذا وجد الإيمان كما ذكرنا، ولكن أين الإيمان؟ الإيمان يتغلب على كل العادات، يتغلب على الحقد، يتغلب على الحسد، يتغلب على الشح، هذا الإيمان أعظم مادة في هذا الكون كله. هي ليست مادة بمعنى مادة، ولكن أعظم شيء في هذا الكون كله الإيمان بالله تعالى وبالحساب واليوم الآخر، والإيمان بالقرآن وإرشادات القرآن. فنسأل الله العلي العظيم الإيمان، كنا ما ذكرنا كل هالدروس لأنه يعني ما في داعي لنحل الخلافات إذا كان في إيمان، الخلافات محلولة، ما وصلنا أصلا إلى الخلافات. أيضا من أسباب الطلاق، وهذا أيضا له ملفات أو مصنفات كثيرة جدا في المحكمة الشرعية، زواج الرجل بزوجة ثانية. يعني عندما تكتشف الزوجة أن زوجها تزوج عليها تطلب فورا الطلاق. قد يقول قائل هذه لا تخاف الله، هذه لا تخشى الله، والخطيب يضرب على المنبر، طول بالك. أنا أرى شخصيا أن المرأة التي تفرح بضرة ليست ذات شخصية سوية، ولا تحب زوجها، ولا تحب زوجها. شيء طبيعي الزوجة أن تحب زوجها لها وحدها، هذه ليست أنانية، لأنها هي له وحده فتحب أن يكون هو لها وحده. وهذا القرآن قال فواحدة، ولكن التعدد كما ذكرنا له في بدايات المحاضرات له أسباب وهو علاج، ليس هو يعني من الأمور المباحة وليتزوج من شاء، لا أبدا. فعندما أنا أعلم زوج أني إذا تزوجت زوجة أخرى وأتيت بضرة لزوجتي، ستطلب زوجتي الأولى وأم أولادي الطلاق، يحرم علي أن أتزوج، لأني سأهدم أسرة كاملة لأجل شهواتي. لماذا يتزوج الرجل بزوجة ثانية إذا لم يكن هناك ضرورة أو حاجات
تنزل منزل الضرورة كما ذكرنا من قبل. لماذا يتزوج على زوجته إرضاء لشهوته؟ هذه هي القصة. يعني ما زوجتك عندك عم تعطيك كل شيء، ليش الآن تركتها ورحت؟ إرضاء لشهواتي. طيب زوجتك ممكن أن تطلب الطلاق، تهدم أسرة لأجل شهواتها. إذن أنت آثم، أنت آثم تماما. طبعا الزوجة التي تعلم أن زوجها بحاجة إلى زواج، هي مثلا مع مرض جنسي، هي مثلا غير قادرة على مثلا إتمام الحياة الزوجية معه، أو مثلا هي يعني لا تنجب الأطفال أبدا، وهو هذه يجب أن لا تحزن، يعني تحزن طبعا، تحزن في قلبها، لكن لا تعترض إذا تزوج زوجها عليها. يعني نحن نتكلم هذه ونتكلم هذه، التعدد من التشريع، ولكن له أسباب وله حاجات وله، فإذا زوجته ما بتجيب أولاد وعدد هذا الأمر، يعني الزوجة طبعا تحزن وتتألم وتبكي ليالي طويلة، ويجب أن يرضيها، بيشتري لها ذهب، أكثر شيء بيرضي النساء ويرضي الرجال، بيرضي الكبار بيرضي الصغار، بيرضي المشايخ بيرضي الرهبان، بيرضي كل الناس، الدرائم حقيقة لا أحد ينكر ذلك. وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، المال خير لشديد، لا أحد ينكر، يبالغ يعني يعطينا مثاليات، هذا واقع. فإذا لما تتزوج زوجة ثانية، أيتها الزوجة، إذا كان زوجك، إذا بتقدري تصبري كرمال أولادك صبري، والله سبحانه وتعالى حسيبك. إذا ما بتقدري تصبري، وهي الفترة الأولى فيها آلام، بعدين يعني ممكن تتعودي. فإذا كان زوجك ظلمك بالزواج الثاني، إما أن تصبر، لك أن تطلب الطلاق، ولكن الصبر أولى حتى نحمي هذه العائلة وهذه الأولاد. أحياناً الأولاد بيكونوا كبار، شباب وبنات، فهم بهالحالة يعني ما في إشكالات، ممكن تطلب الطلاق مع الأسف، يكون بعد 30 سنة زواج يذهب ويتزوج بمن يحب، يعني هو ما له، زوجته غير مقصرة في حقه إلى آخره. فهذا أيضاً الزواج بثانية. طبعاً المجتمع الوحيد الذي يقبل بالتعدد هو مجتمع الجزيرة العربية، وليس جميعهم أيضاً، هذا المجتمع الوحيد. أما سوى ذلك مجتمعات، لا في بلاد الشام ولا في مصر ولا في المغرب العربي ولا في أندونيسيا ولا ماليزيا ولا بلاد فارس ولا بلاد، كل هذه البلاد الإسلامية لا يقبلون بالتعدد، النساء لا تقبل التعدد فطرة. ولكن في الجزيرة العربية هناك يعني توارثوه، ثقافة متوارثة، والآن أيضا يعني بدأوا يخالفون هذه يعني الثقافة ويعودون إلى الفطرة الأصلية. من أسباب الطلاق أن يظهر بعد الزواج أن فيها أو فيه عيبا جسديا معتبرا، ذكرنا نحن بأحكام الطلاق معتبرا. يعني مثلا إذا تزوج امرأة، مع أنه في كتب الفقه يقولون عكس ذلك مع الأسف، يقولون إذا تزوج الرجل امرأة وطلع فيها عيب، إلا عيب يعني في عيوب محددة، لكن العيوب يعني مشوهة مثلا، محروق جسمها، فيها براص، فيها كذا، قولوا إيه لا يجوز له أن يطلق. كيف لا يجوز له؟ هذا غش. قال يعني تقول له أنا، طبعا العيب الجسدي يجب أن يعلن قبل العقد حتى يعني حتى نتفادى الطلاق في المستقبل. يعني مثلا طبعا العيوب البسيطة قلنا من قبل، والله رايح عنها سن، سنانها مركبة هون جسر، هذه الأمور بسيطة. لكن نحن نتكلم عن العيوب، مثلا امرأة لا شعر لها مثلا، أو شعر مثلا في شيء، الطبيعة هي صغيرة صغيرة، لكن في شيء ممكن يكون لها تشوه في جسدها، أو شهوة، ما تسمى الشهوة، لا أدري في اللغة العربية ما اسمها، هذه الشهوة ما تسمى الشهوة موجودة في جسدها، في ظهرها، في بطنها، في مكان مثلا موضع عفتها، يعني هذه تؤذي المنظر كثيرا، فهذا يجب أن تتكلم بذلك. معها مثلا مرض صدف،
جلدي معروف هذا المرض لا دواء له، يجب أن تبلغ بذلك. إذا أنا هذا وضعي، هذا عيب فيني في جسدي. والرجل نفس الموضوع أيضا، الرجل عيوب جسده أيضا، عنده عيوب في جسده يجب أن يخبر به. أخي الرجل ما بيعيبه شيء؟ لا، من قال لك لا يعيبه شيء؟ كما الرجل يحب أن ينظر إلى المرأة، إلى جسد المرأة جميلا كاملا، المرأة تحب أن تنظر إلى جسد زوجها جميلا كاملا. أحيانا الرجل قد يكون مشعر كثيرا كثيرا جدا، يعني كأنه يعني لا أريد أن أشبهه بغير خلق الإنسان، ولكن مشعر جدا جدا مرعب، يجب أن يخبرها بذلك. طبعا هناك علاجات ممكن أن يزيل الشعر، هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن يعني هذا أمر عيب في هذا الرجل، يجب أن يخبرها. أما في ليلة الدخلة يخلع ثيابه وتجد شعر جسده الكثيف جدا ترتعب وتخاف، مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. فأحيانا إذا يعني يحق للزوج إذا وجد في زوجته عيبا أن يطلق، حق عليها، ويحق أيضا للزوجة إذا وجدت في زوجها أن تطلب الطلاق أو تخلع زوجها. إلى هنا يعني هذه تقريبا أمهات الأسباب أو أسباب الطلاق التي في مجتمعاتنا. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويؤلف بين قلوب المسلمين. نحن علينا الدعاء، ولكن هذا محال أن تكون هذه الدعوة مجابة، يعني هذا الدعاء عبادة، كان الدعوة محال أن تكون مجابة، سيبقى الخلاف الزوجي والزواج والطلاق والخلع والخلاف والتفريق ستبقى إلى قيام الساعة، ولو وجد لكن ممكن ترتفع النسبة وتنخفض النسبة فقط، ولكن الدعاء عبادة. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب العائلات، بين الأزواج والزوجات، ويؤلف بين قلوب المسلمين جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.